صادر عن القوات المسلحة اليمنية. العاجل ورد الآن من أخبار البحر الأحمر. عاجل، شركة الأمن البحري البريطانية تعلن وردنا بلاغ عن حادث أمني بحري في منطقة باب المندب. تم استهداف اليوم سفينة في باب المندب من القوات المسلحة اليمنية، وهذا الخبر عجيب والمهم جدا الذي وردنا بعد هذا الخبر. مصادر القواعد العسكرية الإماراتية الأمريكية في جبل النار بمديرية المخا وجزيرة ميون في محافظة دعج ضمن بنك أهداف قوات صنعاء، يعني تم استهداف هؤلاء القواعد الإماراتية الأمريكية في جبل النار بمديرية المخا وجزيرة ميون في محافظة دعج، وشن الطيران شن قارات على شرق مدينة صعدة وعلى البيضاء وعلى محافظة صنعاء. وهذه الأخبار التي وردتنا من باب المندب، أنه تم استهداف هذه السفينة وسيعلن عنها يحيى سريع. نرجو منكم أن تشتركوا بهذه القناة وتفعلون زر الإشعارات. تحياتي لكم.